رح نضيف اليوم الفانكشناليتي لتطبيقنا، يعني الوظيفة التشغيلية يلي بتخلي التطبيق يتغير أو يعمل شيء لما المستخدم يضغط أو يتفاعل مع التطبيق. الشغلة الأولى يلي لازم نبلش فيها، لازم نحدد كيف رح يتفاعل المستخدم مع التطبيق. وبحالتنا المستخدم رح يكون قادر يضغط على صورة من هدول الصورتين، وببساطة الطريقة لحتى نساوي هذا الشيء هي من خلال استخدام زر أو button. إذا رحنا للويدجت كتالوج لصفحة الباتونز، رح أترك الرابط بصندوق الوصف، رح نلاقي كل الأزرار الجاهزة من فلتر واللي ممكن نستخدمها، مثل raised button مع ظل خفيف بالخلفية، أو floating action button، هذا منشوفه كتير بتصاميم جوجل، أو flat button، وفي كتير أنواع تانية جاهزة ممكن نستخدمها. الزر يلي رح نستخدمه اليوم هو flat button. رح حط هذا الزر حول الصورة تبعنا، يعني الصورة تبعنا رح تكون بداخل الزر مثل ما تعلمنا. رح أشر على الإيمج ويدجت يلي بدي حطها بداخل flat button، ورح أضغط على اللمبة واختار من القائمة wrap with widget، ورح غير الاسم وأكتب flat button. رح أعمل حفظ، وهيك الصورة صارت كتشايلد بداخل flat button widget. تمام، هلأ الشغلة يلي رح نلاحظها هون هي أن الصورة يلي على اليسار صارت أصغر، لأنه صار إلها فراغات أو بادين إضافية يلي بتجي محطوطة بشكل افتراضي مع الفلات باتن. مشان هيك صار لهي الصورة يلي على اليسار فراغات إضافية أكثر من الصورة يلي على اليمين، مشان هيك صارت أصغر. رح نمحي ونلغي البادين يلي ضفنا الصورة بداخله، رح نخلي ونستخدم البادين يلي بتجي بشكل افتراضي مع الفلات باتن. بالتأشير على البادين ومن اللمبة رح اختار Remove Widgets. هلأ رح نساوي نفس الشي للصورة الثانية، راح امحي بالاول البادينج من القائمة ريموف ويدجت، وراح احط الايمج بداخل فلات باتن من القائمة راب ويذ ويدجت، وراح اغير اسم الويدجت للفلات باتن. راح نعمل حفظ، وهيك بنكون عم نشوف بس البادينج اللي بتجي مع الفلات باتن. انا بدي كمان احط فراغات لكامل الرو مشان بعد الصور عن حواف الشاشة اكتر. راح أشر على الرو ومن اللمبة راح أختار Add Padding، وراح أعطيه القيمة مثلا 10 بكسل. حفظ. أنا شايف هيك أحسن لما صار في فراغات أكتر حول الشاشة. مثل ما شفنا بالبداية في نوع button تاني اسمه Raised Button، إذا استخدمته وجربته بدال Flat Button. حفظ. راح نشوف عطانا لون خلفية بسيط. هاي الأزرار هي عبارة عن تصاميم تجي جاهزة مع Flutter، فيكم تستخدموا يلي بتناسبكم، وطبعا فيكم تعدلوا عليها كيف ما بدكم، وفيكم حتى اذا بدكم تساووا وتبرمجوا البطن الخاص فيكم من الصفر. العملية كتير سهلة، رح نتعلم هذا الشي بالمستقبل، فخليكم تابعين معي واشتركوا بالقناة. بحالتنا رح استخدم الفلات بطن. هلأ رح نخلي الزر يشتغل بالضغط عليه. اذا لاحظتوا هون ظاهر عنا خط زكزاك باللون الاصفر تحت الفلات بطن، وهون على اليمين ظاهر كمان مثل خط اصفر فاتح يمكن ما كتير واضح. هاد عبارة عن تحذير من فلتر مشان تنبهنا انه في شي ناقص هون، واحتمال ما يشتغل بالطريقة يلي المفروض يشتغل فيها. هلأ هو ماله خطأ او ايرور، انما عبارة عن بس تنبيه. نحن عنا التطبيق عم يشتغل بس عم ينبهنا انه في شي ناقص ومو كامل. وهون تحت بالشريط السفلي لبرنامج الـ VS Code فينا من هون نشوف اذا عنا ايرورز او warnings. انا هون عندي شايف في ايرور، وصراحة هذا الايرور جاي من هذا الملف التيست، ولحنا هذا الملف صراحة ما بدنا اياه. فيني حدد كل شيء بداخله، اعمله حذف، وهيك بيكون الايرور راح وموجود بس الورنينج. اذا ضغطت عليها راح شوف عم يقول لي انه في شيء اسمه on pressed is required، يعني مطلوب يكون موجود، ومذكور هون كمان باي سطر موجود هذا الورنينج. وحتى كمان اذا كنت بعيد عن الكود وضغطت عليه هون رح ياخذني مباشرة للورنينج بالكود تبعي. إذا في عندكم أخطاء أو تنبيهات فيكم دائما تشوفوها من هون. هلأ الشيء اللي عم يحاول يقلنا إياه هو إنه الفلات باتن في إلها بروبرتي اسمها on pressed، وظيفتها تخبر الزر شو لازم يساوي لما رح يتم الضغط عليه. مشان هيك هاي البروبرتي اللي اسمها on pressed مطلوبة وضرورية ولازم تكون موجودة مع كل باتن منساويه. وإذا أشرنا عليه بالفارة رح تظهر نافذة، وهون منشوف أنه الـ on pressed بتتوقع منا نحط بداخلها function. أوكي، ركزوا معي هلأ شوي. لحتى نساوي هذا الشي رح نكتب بداخل on pressed أقواس رح تكون فاضية،
وبعدين راح احط اقواس متعرجة او البيرنثيسز، وبداخلها راح نحط الشيء اللي راح يصير لما راح نضغط على الزر. يعني ببساطة بداخل on pressed لازم دائما نحط اقواس عادية وبعدها مباشرة اقواس متعرجة، وبداخل الاقواس المتعرجة فينا نحط ونخبر الزر شو لازم يساوي اذا حدا ضغط عليه. وهدول الاثنين سوا اسمهم void call pack. وإذا كان عندكم خبرة سابقة بشي لغة برمجة تانية احتمال تكونوا بتعرفوا انه هاد اسمه anonymous function، يعني function بدون اسم. لا تقلقوا، راح نحكي بعدين بالتفصيل شو هذا الفانكشن اذا ما كان لسه عندكم خبرة بالفانكشن او الاجرومنت او الانبوتس اند اوتبوتس. بس حاليا الشيء المهم انه نفهم انه الشيء الموجود بداخل هاي الاقواس المتعرجة هو الشيء اللي راح يصير ويتم تنفيذه لما حدا راح يضغط على الزر. هلا هون فيني اكتب شيء، خلونا نعمل عرض لشي جملة بالكونسول باستخدام print statement. هاي البرنت هي عبارة عن function رح تطبع اي شي رح حطه بداخل هاي الاقواس، واللي رح يكون موجود بداخل الاقواس اسمه input او المدخلات يلي رح اعطيها لهاي function. بحالتنا انا هلا رح قله انه لازم يظهر لي جملة مثلا left button get pressed، رح نكتبها بالعربي لقد تم الضغط على الزر اليساري، ورح نحط بعد الفانكشن semicolon او فاصلة منقوطة لنقول للبرنامج هاي نهاية الفانكشن. لازم نحط بعد كل فانكشن فاصلة منقوطة semicolon. هلا رح اعمل حفظ ورح اضغط على الصورة يلي على اليسار، وهيك بتكون هاي الـ onPressed property فينا نقول تفعلت، وبهالحالة رح تشوف شو يلي موجود بداخلها وتشغل الوظيفة المكتوبة هون. وهون بحالتنا عم تقول انه تظهر هاي الجملة بالكونسول او بالعربي وحدة المراقبة او وحدة التحكم. رح نفتح الديباج كونسول، فيني اضغط هون وبعدين نروح لنافذة الديباج كونسول. رح نضغط على الصورة اليسارية ونشوف رح تظهر رسالة مع فلتر مكتوب فيها بالضبط شو انا كتبت بداخل onPressed. هلأ هاي البرنت ستيتمنت كتير شائع استخدامها وكتير رح نستخدمها ونحن عم نجرب الفانكشناليتي بتطبيقاتنا. رح نساوي نفس الشيء للصورة يلي على اليمين، رح نضيف onPressed property وبداخلها رح نضيف void callback يلي هي عبارة عن أقواس عادية فارغة وأقواس متعرجة، وبداخلها رح نضيف شو لازم الزر يساوي إذا تم الضغط عليه. حاليا رح ضيف print statement وأكتب بالعربي جملة لقد تم الضغط على الزر اليميني، وبآخر الفانكشن رح ضيف فاصلة منقوطة. رح أعمل حفظ، وهلأ إذا ضغطت على الصورة اليمينية رح تظهر هون جملة لقد تم الضغط على الزر اليميني، وإذا ضغطت على الصورة اليسارية رح تظهر جملة لقد تم الضغط على الزر اليساري. تمام، وهيك كون ضفت زر للصورة باستخدام Flat Button Widget، وبمساعدة onPressed Property حددنا شو رح يساوي الزر إذا تم الضغط عليه، وشفنا أنه بمساعدة Print Statement بقدر أظهر رسالة بلوحة المراقبة اللي اسمها Debug Console. طبعا هي الرسالة رح تظهر بس لإلنا هون، المستخدم ما رح يشوف هي الرسالة، المستخدم عم يشوف بس يلي ظاهر على شاشة الموبايل طبعا، حاليا ما عم يشوف شو عم يساوي الزر. ونحن يلي بدنا نساويه هو انه الصورة لازم تتغير وتظهر صورة جديدة لما المستخدم رح يضغط على الصورة الموجودة حاليا، وهذا يلي رح نشتغل عليه بالفيديوهات القادمة. بتمنى تعملوا لايك اذا عجبكم فيديو اليوم، واكتبوا بالتعليقات رأيكم. سلام.